اكتشفت زوجي متزوج علي. المهم لاحظت ان انا وهو اوكي، انا وهو اوكي وعيالي اوكي، بس الظاهر انه هو وهي عندهم مشاكل برايهم. كل حد ونيته وكل حد وعمله، احنا شو يخصنا؟ يمكن رب العالمين معاك، الله يسهل عليه. يمكن اكبر غلطه بحياته ان عدد، ترى التعدد مش لاي حد ومش لكل حد، ويمكن التعدد الله شيء حلو ترى، بس هو الاساس لما هذه مثل العرس، يوم يخلص العرس وتنزلين انت في الساحه، ساحه الميدان وميدان الزواج، اهني المطب، اهني المطب. نفس الشيء يا ريال، هذا يتحرى التعدد شيء حلو، الله وما القاه في ديتك حبيبي ويلا وما ادري كيف زين، وبالاخير صدمه عمره. الحين كيف الرجال قالوا لي زين مو بزين؟ يعني وفي تعدد يستوي، انا ما اقول لك لا، بس في هالحاله يمكن الرجال انصدم ما توقع. انت بس قولي الله ييسر الامور ويحفظكم ورده بالسلامه، والله لا يعني يضايق حد، لا نبغى الاذيه لها ولا الاذيه لها، لان في النهايه شرع، لكن النصيب ترى بيحصل، اذا مردوده لك بيردك. السلام عليكم. وعليكم السلام.